اللي بتعكسه يا دكتور خالد إشادة وفد خبراء منظمة الصحة العالمية بكافة التصميمات والإنشاءات في المجمع اللي احنا بنتكلم عليه واللي احنا متوقفين أمامه الآن؟ يعني خليني أقول لحضرتك أنه فعلا احنا جالنا خبراء من الصين وجالنا خبراء لجنة من منظمة الصحة العالمية وأشادوا بالتصميمات والإنشاءات اللي موجودة في المصنع سواء في أكتوبر أو أشادوا بجاهزية خطوط الإنتاج في العجوزة، وده يعني بيعكس قدرة مصر على تصنيع اللقاح ولقاح آمن وذات جودة عالية في التصنيع، وده بيعكس أيضا قدرة مصر على إن شاء الله تلبية احتياجاتها في وسط الاحتياج الشديد وزيادة الطلب والنقص في توفير الكميات لكل دول العالم. وده حضرتك أكيد حضرتك عارفة إن ده يعني مش هقول صراع كبير، لكن زيادة الطلب ضخمة جدا ونقصان في التوفير. يمكن السيدة وزيرة الصحة كانت في آخر زيارة لها الجنيف والتقت السيد أستاذ بيركلي رئيس التحالف الدولي للقاحات والتطعيمات، وأشاد بحاجتين، أشاد ب يعني سياسة مصر اللي بتتبعها في سياسة جميع مصادر الحصول على اللقاحات، وأيضا أشاد ب يعني عزم مصر على تصنيع اللقاحات وتوفير احتياجاتها محليا، لأن في زيادة كبيرة جدا جدا في الطلب على مستوى العالم، وخاصة بعد ما في بعض مصانع على أراضي بعض الدول احتكرت المنتجات في دولها فقط ومنعت خروجها براها، وبالتالي بقى في ضعف في توريد اللقاح المرفق الكوفاكس بشكل كبير. يمكن السيدة وزيرة الصحة في زيارتها لجنيف أيضا طلبت دعم منظمة الصحة العالمية والسيد مدير عام المنظمة باعتماد مصانع فاكتيرا ومصر واللقاح حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية حتى نتمكن ان احنا بعد التوفير او بعد الاكتفاء محليا من احتياجاتنا نقدر نورد اللقاحات لمركز كوفاكس، وبالتالي نساعد في التوزيع العادل للقاحات على مختلف دول. بالمناسبة عايزك تكلمنا دكتور خالد، فرصة وحياتك معانا يعني، ونكلم السادة المشاهدين عن أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، سواء أخذنا المصل أم لم نأخذه، سواء في موجة ولا الموجة هديت ولا الموجة ارتفعت مرة تانية، كلمنا عن الجزئية دي لأنها مهمة. احنا اولا يعني الحمد لله احنا الفترة الأخيرة بنشهد استقرار واضح في الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وشهدنا انخفاض جذري في معدل الإصابات والوفيات، فده بيشجعنا مع توافر اللقاحات، ده بيشجعنا أكتر وبيخلينا نكون حريصين أكتر على الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأن احنا بنقول أن التطعيم مش بيمنع الإصابة ولكن بيقلل نسبة حدوث الإصابة، وفي نفس الوقت يعني بنقول أن احنا يعني ركيزة أساسية أن احنا ما نعودش مرة أخرى او ان احنا قدرنا نعدي ذروه الموجه الثالثه او الموجات السابقه كلها، وان احنا ما نعودش مره اخرى للارتفاع في الاصابات، ده مش هيجي بالتطعيم لوحده ولا هيجي ب يعني ان احنا لا، هيجي فقط بان احنا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه لانها مهمه جدا علشان نقدر نتحكم في الاصابات. واكيد احنا شايفين في بعض دول العالم في بعض الدول عادت الحياة الطبيعية وفتحت، لكن في دول أخرى عديدة فيها يعني زيادة كبيرة جدا في الأيام القليلة الأخيرة في أعداد الإصابات، وصلت بالآلاف والوفيات مرة أخرى في اليوم الواحد، وده يعني بيعود سببه إلى يعني عدم أو التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، على خلاف أو على غرار ان الاصابات قلت. معنى ان الاصابات قلت ومعنى ان في تطعيم واهتمام كبير من القياده السياسيه بتوفير التطعيم مع مختلف الشركات ومختلف الدول اللي فيها تطعيم مر بالتجارب الاكلينيكيه، كل ده المفروض يحمسنا ويشجعنا كمواطن ان احنا يعني نتبع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ونستمر فيها حتى ان شاء الله يعني نمر من هذه الازمه بسلام ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. طبعا دكتور خالد مجاهد شكرا لحضرتك، وبالتاكيد هنكون متابعين اذا كان هناك اي جديد في الفتره القادمه. شكرا ليك.